صباح الخير طلاب بي اي اس، الصف التاسع اساسي، المادة الجغرافيا، الدرس هو المواصلات في لبنان، المدرس فراس سعيد. بداية علينا ان نعلم ان المواصلات هي اهم القطاعات التي لا يمكن لاي قطاع اخر ان ينشط او ان يعمل من دون قطاع المواصلات. المواصلات من المتعارف عليه انها تتألف من عدة انواع من المواصلات. في عندنا المواصلات الجوية يعني عبر الطائرات على مختلف أنواعها، المواصلات البحرية أيضا عبر السفن والبواخر كمان على مختلف أنواعها، والمواصلات البرية التي تشمل الطرق المعبدة يعني الطرق المزفتة والسكك الحديدية. بداية من خلال الخريطة الواردة لدينا جميع أنواع المواصلات في لبنان. بإمكاننا شرح كل الدرس من خلال هذه الخريطة ما عدا أهمية كل قطاع منها وتأثيراتها السلبية إن وجدت. أولا على الخريطة لنبدأ بالنقل الجوي. النقل الجوي في لبنان هو نقل محصور بمطار بيروت الذي نعرفه أو مطار رفيق الحريري الدولي. هناك مطارين آخرين، مطار في رياق يستخدمه الجيش اللبناني، ومطار القليعات أو مطار رونا معوض في الشمال في شمال طرابلس، وهما لا يعمل بهما هذين المطارين، إنما هناك دراسة للعمل في مطار القليعات وتحويله إلى مطار للشحن الجوي، إنما حركة الشحن الجوي أو النقل الجوي تحصر بمطار بيروت الذي سنأتي على شرحه بشكل مفصل أكثر. قطاع ثاني أو نوع آخر من المواصلات هو المواصلات البحرية عبر المرافق المنتشرة على الشاطئ اللبناني اللي هو من الشواطئ الطويلة. هون المرافق في عنا عدة أنواع من المرافق، علينا أن نحفظ مكانها على الخريطة ونوع النشاط الذي تقوم به. خلينا نبدأ أولا بالمرافق التجارية. المرافق التجارية هي أربع، الأهم فيها مرفأ بيروت، يليه مرفأ طرابلس، يليه مرفأ صيدا، ثم مرفأ صور. هذا مرفأ بيروت موجود هون، هو أول المرافق اللبنانية وأهم المرافق في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. في عندنا مرفأ طرابلس يلي مرفأ بيروت من ناحية الأهمية، لناحية البضائع المنقولة منه وإليه، ولناحية أعداد السفن التي ترسو فيه. مرفأ صيدا هو الثالث، مرفأ صغير يحصل عمله باستيراد السيارات المستعملة وقطع الغيار للسيارات، وهذا الأمر ينطبق على مرفأ صور بنفس الوقت. هذه فازن المرافق التجارية. بنرجع بنعيدها: بيروت، طرابلس، صيدا، وثم صور. في عندنا المرافق المتخصصة، هي التي تتخصص باستيراد نوع معين من السلع أو نوع معين من المنتجات. خلينا نحكي أولا بالمرافق النفطية. في عندنا مرفق الزهراني، هو مرفق نفطي يستورد المشتقات النفطية والفيول، كمان هو مشتق نفطي لإنتاج الكهرباء. لدينا مرفق الجي بين الدامور وصيدا، ومرفق الزهراني أو الدعتور بالقرب من مرفق طرابلس، هذا مرفق أيضا للنفط. في عندنا كمان مرفق الخريشي هون اللي بيستورد كمان الفيول لإنتاج الكهرباء. في عندنا مرافق الترابي اللي بتصدر ترابي إلى الخارج مثل مرفق شكة. في عندنا مرفق إيسو بسلعاتها بالقرب من البترون لتصدير الأسمدة الكيميائية والمواد البتروكيميائية اللي تنتج ضمن هذا المعمل، هو مصنع كيميائي. ولدينا أيضا المرافق السياحية مثل جبيل وجوني، واكيد بالقرب من عالم رئيسي في بيروت، والعديد من المرافق الموجوده على الساحل، اضافه الى انتشار مرافق صيد الاسماك من اقصى جنوب لبنان حتى اقصى شماله. يعني حد المرافق السياحيه في مرافق لصيد الاسماك، حد المرافق التجاريه ايضا هناك مرافق لصيد الاسماك في منطقه الاوزاعي، المنيا في الشمال، في منطقه الاطبيه، في الدامور، في صيدا، في الجيه، في الزهراني، في عده مناطق من الساحل اللبناني هناك مرافق لصيد الاسماك. هذه اهم انواع المرافق اللبنانية. في عنا الطرق المعبدة يعني الطرق المزفتة، طرق الزفت. عنا عدة خطوط لطرق المعبدة في الخط الساحلي الذي يربط لبنان بسوريا من بيروت وصولا حتى الحدود شمالا الساحلية، ويتفرع هنا منه فرع نحو الداخل السوري. عنا خط دولي آخر يربط لبنان بفلسطين المحتلة من بيروت جنوبا وصولا حتى بلدة النقورة، وهذا مقفل بسبب احتلال العدو الصهيوني لفلسطين. هناك خط دولي آخر يربط لبنان بالعاصمة السورية عبر مدينة شتورة، وننتقل من شتورة نحو الأراضي السورية عبر نقطة المصنع.
وهذا له أهمية كبرى، لأنه عبره تتم جميع تجارة لبنان الترانزيت أو تجارة المرور مع الدول العربية، إضافة إلى انتقال اللبنانيين وغير اللبنانيين عبره. وفي عندنا خط آخر من مدينة شتورة نحو الداخل السوري نحو حمص، إضافة إلى الطرق الأساسية والفرعية الثانوية والفرعية التي تربط المدن بالطرق الرئيسية أو التي تربط المدن والبلدات بعضها ببعض. بالنسبة للسكك الحديدية، هي ذاتها تتوازى مع طرق مواصلات الطرق المعبدة، إلا خط الذي يربط لبنان بدمشق كان بدل ما يروح عن طريق المصنع كان يروح عن طريق سرغاية من هون ويصل إلى العاصمة السورية. السكك الحديد مثل ما بنعرف نحن أنه متوقف العمل بها، لا تعمل لأنه القطارات توقفت منذ العام 1975، وهذا جزء من قطار لبناني موجود في بلدة رياق البقاعية. هذه الشبكة قلنا نحن أنها كانت ضمن 3 طرق. أنواع الطرق قلنا الطرق الدولية التي تربط لبنان بالدول الخارجية وقلناهم شو هن، والطرق الرئيسية التي تربط المدن بالطرق الدولية مثل الطريق مثلا اللي بيربط العقورة بالطريق الدولي الساحلية، الذي يربط مثلا جيب جنين بشتورة، الذي يربط جزين بصيدا أو بالطريق الساحلية بصيدا، هذه تسمى طرق رئيسية. الطرق الثانوية اللي بتربط المدن والبلدات بعضها ببعض، لنعطي مثل هون مثلا التي تربط مثلا جيب جنين بجزين، النبطية بمرج عيون، حصبية بمرج عيون، تسمى طرق ثانوية. من المشكلات التي يعاني منها لبنان هو كثافة الطرق وكثافة وسائل النقل عليها. يعني بالنسبة لمساحة لبنان كثافة الطرق مرتفعة، حوالي 70 كيلومتر لكل 100 كيلومتر من المساحة، وهذه الكثافة تتشابه مع كثافة الطرق في أوروبا. والمشكلة أخرى أن تزايد السيارات في لبنان لا يتناسب مع تطوير الطرق، ما عم بيوسعوا الطرق ويزبطوها ويعملوا جسور وأنفاق تتناسب مع تزايد السيارات الهائل. وهون بالصورة واضح أن هناك أزمة سير بشكل دائم، أزمات سير في المدن الساحلية وعلى وجه الخصوص في بيروت، في عجقة بشكل دائم، وهذه العجقة بتؤدي إلى نتائج سلبية رح نحكيها، اللي هي أولا ارتفاع معدل تلوث الهواء. أكيد السيارات اللي بدها توقف على إشارة سير ساعة أو ساعتين وداري هذه السيارة المحرك داير وبيعطي دخنة، بده يزيد التلوث. الهدر الكبير في استهلاك الوقود، السيارة اللي بدها توقف ساعة إشارة وهي دايرة بدها تصرف بنزين أكثر. ارتفاع كلفة نقل المنتجات والأشخاص، يعني إذا حدا منكم بينتقل بتاكسي ببيروت مسافة كيلومتر أو 2 كيلومتر بياخدوا أجار تاكسي 10 أو 15 ألف لبناني، وهذا سعر عالي بالنسبة للمسافة القصيرة اللي وصلكم فيها، بس لأنه بده وقت كتير نتيجة أزمة السير والعجقة بده يكون إجباري السعر مرتفع. وهذا الأمر ينطبق أيضا على نقل المنتجات والأشخاص. ارتفاع كلفة صيانة السيارات، أكيد السيارات على العجقة قرب ووقف قرب ووقف، الدبرياجي بينتزع بالسيارة والفريم بده ينتزع والسيارات بدها تحمل، هيك دايما بالعجقة بنشوف سيارات على جنب الطريق حاميان وعم ببردوها. فإذا هذه أهم انعكاسات تزايد أعداد السيارات وعدم تطوير طرق المواصلات بما يتناسب معها. المواصلات الجوية كما قلنا أنها تنحصر في مطار بيروت، وهذا جزء منه، وهو مجهز بأفضل آلات الحمل والتفريغ، هذه الأدراج موجودة أو السلالم لنزول الركاب، وهذه آلة لتحميل وتفريغ الطائرة من البضائع، إضافة إلى أن هذا المطار مجهز بوسائل رصد جوي مهمة وله أهمية على اقتصاد لبنان، أنه عقدة مواصلات جوية تربط لبنان بالخارج، يؤمن انتقال اللبنانيين من لبنان وإلى لبنان وانتقال لعدد من سكان الدول الأخرى عبر مطار بيروت مثل السوريون والأردنيون والعراقيون، يؤمن شحن البريد والبضائع الثمينة والسريعة التلف، وهذا شيء طبيعي لأنه البريد ينقل عبر الطائرات ليوصل بشكل سريع مثل بريد الدي اش ال، مثل الارامكس، مثل بريد الاو ام تي، كله ينقل عبر الطائرات. البضائع الثمينة مثل الذهب والألماس لأنه سعره غالي بإمكانهم دفع سعر عالي، والسريعة التلف مثل الأدوات الطبية أو شو اسمه الأعضاء البشرية. يعني واحد إذا بده يشتري كلية من دولة أو أي شيء تاني، النقل عبر الطائرات هو الأفضل لأنها سريعة التلف. يوفر عائدات مالية مهمة للسفن، رسوم جمركية ورسوم مغادرة، ويؤمن العمل للكثير من اللبنانيين من أمن، من شرطة، من عمال نظافة، من عمال تحميل تفريغ، طيارين، مضيفين، مضيفات، كلها تسهم في تشغيل جزء من اليد العاملة، ويسهم أيضا كما مرفق بيروت في سد العجز في الميزان التجاري.
المواصلات البحرية كما قلنا أنها هناك أساطيل مرافق تجارية، وهناك مرافق متخصصة وسياحية ومرافق صيد، إضافة إلى الأسطول التجاري اللبناني المتألف الذي يعتبر الثاني في حوض البحر المتوسط وثاني بين الدول العربية. المرافق قلنا أن أهمها مرفق بيروت، يتألف من 4 أحواض، هذا جزء من مرفق بيروت، من بين الآلات الحمل والتفريغ أو الونوش نحن بنقول لهم، وهون الحاويات، ويتألف من حوالي 14 رصيف على هذه الأرصفة. هناك المستودعات، هناك إهراءات القمح، وهناك الحاويات، وهناك المنطقة الحرة. وهذا المرفأ هو الأهم في لبنان، تتم عبره 80% من مبادلات لبنان، ويشكل مصدر دخل رئيسي للبنان، رسوم جمركية، رسوم رسو السفن، وإضافة إلى أرباح التي يؤمنها التجار، يوفر العمل للكثير من اللبنانيين ويسهم في سد العجز في الميزان التجاري. مرفأ طرابلس أيضا كمرفأ بيروت هو ثاني مرفأ في لبنان من ناحية البضائع المشحونة عبره، ومن ناحية عدد السفن التي تركن فيه. في مرفأين صغيرين مثل ما شرحناهم على الخريطة، هن مرفأي صيدا وصور لاستيراد السيارات المستعملة وقطع الغيار. هون مثل ما شايفين بالصورة في نادي لليخوت، يخوت يعني مفرد يخت، هذه اليخوت سياحية، هذه موجودة بعين المريسي، ولكن موجودة في أكثر من منطقة في لبنان، في جوني، في جبيل، في البترون، وهذه تعنى بالنشاط السياحي أو بالمرافق السياحية. المرافق المتخصصة مثل ما قلنا، في عندنا المرافق النفطية مثل ما عندنا بالصورة، مرفق الجي هون، وعندنا هون مرفق البداوي، البعض منها للنفط، البعض منها سياحي مثل جوني وجبيل، البعض منها للصيد البحري، وهون مذكور العديد منها وفي أكثر منهم، ولكن هودي الأهم للصيد البحري، إضافة إلى مرفق شكة الاضطرابي ومرفق سلعات لصناعة الأسمدة الكيميائية يتم عبره استيراد مستلزمات هذه الصناعة أو تصدير بعض من منتجاته. بيكون عندنا هذا الدرس للمرة القادمة إن شاء الله، بالتوفيق.